عسلامة معكم أميرة. احنا اليوم في ماليزيا في كوالالمبور قدامنا The Petrona Towers ولا كما يسميوها The Twin Towers. السلام معكم أمين. احنا توا في كوالالمبور ماليزيا في باتو كيف باش نحاول نطلعو ال 272 ستيبس. خوف مش من 272 درجة، أكثر منه خوف من القرودة اللي دايرين اللي ينقزوا يسرقوا في الباش العباد. هاك لقاو حاجة ينقزوا يهزوها. ألوغ الفو ميو ديما عينيك على دبشك على ساكك وما تعطيش الثقة. ريتو هذا باش تتعدى توا تغفل دقيقة يدور لك عليها الكل ثروات المنهوبة. كملناها آخر درجة 272 درجة. All the way down to the main gate. هنا قاعد عامل جو بو كيما قالوا لك لهنا راهو انتر ات يور اون ريسك.
فما القروده فما السرقه فما تنجم تغرق في الشلالات تنجم تيح تزلق بيسكو كما قاعدين نشوفوا الامور مش هي واحد كتب على روحه العذاب اطلع دروش اهبط دروش اهبط دروش واطلع دروش عاد تمشي في الغابه هنا تسمع في اصوات حنوشه قرود معناتها you can expect anything في اي لحظه تخرج لك مش عارف انا وزغه حنش قرد صيد بو احنا توا في كانشينغ بارك باش نمشيو لل waterfall اللي شلالات كانشينغ لازم تشوف منظر كيما هذا وما تهبطش توا الو بقيت عمال السيد هذاك تقريب عنده أنت 30 و 40 مينوت حتى راسه تحت الماء غاديك ويقعد يقعد يثبت الوقت هاك شبابنا عندهم حكايات راه تصير راهو علم راهو طب راهو الله أعلم The Pavillon Mall, one of the luxurious malls in Kuala Lumpur. نص هنا بي نعم نطلع في المول ونرجع لكم. قالك بس السي فود سبايس هذا النعناع النعناع ولا عنده قيمة وقدر صح ولا في بوكي لا جي رماركي ديما في لي بي دازي ديما عندهم دي كيت كات بيزار كيت كات جرين تي علاش الله اعلم كيما فما فانتا ستروبري فانتا اورانج فما فانتا الله اعلم هذيا ليتشي عادي برشا تلقى فايم جي خوفيت تفهم شيء حاسين بالليل عظيم